الرحمن الرحيم. كنشكر الثقافه المجموعه هذه، المجموعه ديال الكندر. كنرجل انا كنحارب شحال هذه، ولا انا صغير كنشوف الفرقه ديالنا شحال هذه اول مره، وكنشارك في المهرجانات عده، مهرجانات الوزاره، مهرجان النواحي، اطلس متوسط، كنشارك في المهرجانات عده قنوات، عده قنوات. أزول في اللون المشاهدين الكرام، رخاذة ونقدم تقديمة الفرقة نخ أيرا وإيدودان زي المنطقة نجيجو، اللي هي واحد الفرقة اللي كتعتبر من الفرق العريقة في التاريخ الأمازيغي، اللي هي كتميز بواحد النمط خاص بالنسبة للفرق الأخرين، اللي احنا من كنلعبوا هذا النمط من أجل إحياء التراث الثقافي الأمازيغي، وليس من أجل النشاط فقط، وإنما حنا واحد الهدف اللي هو نعرفوا التراث ديالنا قدام المغرب كامل، وما كرهناش نوصلوا للعالمية. بمناسبة عيد العرش كنشكروا جلالة الملك على الخطاب السامي اللي قدم بهذه المناسبة. وما غير دايوم صنداك يشطيح شرايخ، ولا شرفني فدر سايد وسامو الراي، ونا شرفني بدر زايد وسامو الراي، ثنا يا الصايخ في فاتنك تامو الراي، يساف غير بسخاشي ونوفاري الناس اللي يساف. السلام عليكم. لا تشيرخ سيدي عيد العرش، تشيرخ الملك الناخ، الا ستين خاطي نصر ربي، هذا يزيد ربي قوسان الناس، ايو يزيل العقبة وسقاس ودي راحنا إن شاء الله، السودرث المان سوجيت الناس، أيو يعجباخ سول نطلفوش طاثال تورو سول، أيو يطفل القنايون تمازيغ، ربي تنصر، انتنا مازيغة كجو، ربي تنصر.